تم اعتماد العديد من الأنشطة الشبابية والأنشطة الرياضية يعني على المجال الشبابي. هناك العديد من المبادرات اللي بتخص يعني شبابنا في تنسيقها وتنظيمها في أوطاننا العربية، وأيضا اعتماد الاستراتيجية العربية الموحدة للشباب العربي ما تم انتهاء منه 19/2022 و2022/2025. تم التوصية بعمل يعني مجموعة عمل لدراسة وضع هذه الاستراتيجية بشكل مفصل من خلال يعني اللجان المختلفة. الحقيقة كان هناك روح من الود والعمل الجاد من معالي أصحاب السمو والمعالي الوزراء في الحقيقة لاتفاق موحد. أكيد يعني كمان في المجال الرياضي اتحاد اللجان العربية وعرض أعمالها ومؤازرة طبعا المكتب التنفيذي لأعمال يعني الاتحاد الرياضي والمشروعات الرياضية المقدمة المختلفة من التوصيات اللي موجودة في الحقيقة. كمان عمل لجنة لدراسة يعني تعديل ومراجعة كافة اللوائح المالية والفنية اللي بتحكم عمل الصندوق وزيادة دعم هذا العمل ما بين العمل العربي المشترك، ودي كانت أهم البنود. غدا إن شاء الله الاجتماع الوزاري الأكبر، والحمد لله أكبر عدد من الوزراء موجودين في هذا الاجتماع بنشاط كبير جدا. كمان هيصاحب هذا الموضوع اجتماع انتخابات المكتب التنفيذي ويعني اللجان المختلفة، هيكون في انتخاب غدا إن شاء الله في الجلسة الوزارية. عقدنا قبل 3 أيام اجتماع للجنة الشبابية حيث أقرينا مجموعة من مشاريع الشبابية، رفعنا توصياتنا اليوم إلى المكتب التنفيذي وسيصار إلى رفعها إلى مجلس وزراء الشباب العرب. عدنا إلى الأنشطة الوجاهية، عدنا إلى أنشطة تحاكي ما يحتاجه الشباب بناء على اجتماعات عقدت مع الشباب ولقاءات عقدت مع الشباب العربي خلال العام الماضي. هذه المقترحات قمنا بتقديمها اليوم، وتم التوصية بقبول جميع المقترحات التي قدمت من قبل اللجنة الشبابية. دولة الإمارات اليوم جهودها ومشاريعها ممتدة على مستوى المنطقة، لدينا مركز الشباب العربي ولدينا العديد من المشاريع اليوم اللي اعددنا من خلالها جيل من القيادات الشابة في كل القطاعات. لدينا قيادات شابة في الإعلام، لدينا قيادات شابة في التقنية، لدينا قيادات شابة في التغير المناخي، ولدينا قيادات شابة في مجال الأدب والعلوم المختلفة.